زهرة الحياة الدنيا
ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا
من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ذا الامر الرشيد والحبل الشديد نسألك الامن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود انك غفور ودود وانك تفعل ما تريد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وإلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها ووحدتها واستقرارها حائزة على الخيرات سالمة من الشرور والآفات وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارزقهم الإيمان والتوحيد ولزوم السنة ومن
صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون.
الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن صحابته أجمعين المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. السلام عليكم.